اهلا وسهلا بيكم. انا مبسوط قوي اني هكون معاكم، يعني بفرح بشهر رمضان لانه بيخليني اشوفكم وقت اطول. يعني احنا في الايام العاديه بنشتغل يومين في الاسبوع، لكن في رمضان بتبقى عندي فرصه اكتر ان انا اتواصل معاكم. وزي ما تامر حكى لحضراتكم، احنا قعدنا نفكر مع بعض، احنا كنا بنفكر جماعه، كل واحد كان بيعبر عن نفسه، كان في فكره رئيسيه طول الوقت حكمانا ان شاكين وعندنا احتمال ان انتوا زهقتوا مننا. يعني بنطلع كتير وبنتكلم كتير وقاعدين طول الوقت نحكي معاكم ونتكلم ما نسمعكم شويه. من هنا كان تامر مستخبي في اعتراف وما كانش ظاهر وما كانش بيظهر غير في لقطه، وانا كمان عملت حاجه شبيهه شويه. انا عملت حاجه اسمها سؤال بسؤال، وسؤال بسؤال احنا طول الوقت بنشوف صراع ديوك. الناس لما بتتقابل بنشوف مذيع جايب ضيفين وقاعد يولع فيها، وبعدين ده يقول كلام فالتاني يرد عليه بكلام، فيرجع الاولاني يرد عليه بكلام، ما تفهمش فين الحقيقه، وتخرج في النهايه تقول والله حلقه كانت سخنه قوي، قطعوا بعض بس قالوا ايه؟ احنا فهمنا ايه؟ طب المتخاصمين دول لو سمعناهم يمكن ان احنا نكون وجهه نظر؟ هم لازم يكونوا متخاصمين بس؟ لا، احنا كمان جبنا اصدقاء وجبنا ناس قاعدين على او واقفين على ارضيه سياسيه واحده، رغم اختلافهم الحزبي او رغم توجهاتهم او رغم صراعات الاحزاب اللي بينتموا اليها، لكن في النهايه هما بيمثلوا فكر في مصر، بيمثلوا حاله في مصر. احنا في سؤال بسؤال كان الضيفين، يعني انا لغايه دلوقتي عندنا 23 حلقه ب 46 شخصيه، 46 شخصيه هما اللي كانوا بيسالوا بعض. انا ما كنتش بسال غير قليل جدا، كنت انا اللي بعلق، ممنوع تعليق من ضيف على الاخر، والاجابه كانت دقيقه ونصف فقط، لما الوقت ينتهي يبقى انتهى. مش من حق حد ان يقول كلمه تانية او يضيف او يعلق على ما اتقال. كانت بتعمل بعض الاشتباكات، لكن في النهايه انا حسيت وانا واقف اسمع ان انا بسمع حوار راقي في حالات كثيره. يعني في النهاية عمق الشخصية أو اللي كانت عايزة تقوله خدت فرصتها وقالت وأوجزت علشان ما نبقاش بنرغي كتير. خلونا نشوف بعض اللقطات برومو عاملينه للحلقات، وبعدين أرجع أقول لحضراتكم بعض حكايات الضيوف. قواعد الحلقة، كل واحد يوجه سؤال للآخر، الإجابة لا تزيد عن دقيقة ونصف، لا يوجد تعليقات من أحد الطرفين بعد انتهاء الكلام. أيهما أجرأ على السؤال؟ سؤالي هو قال إن الله قرابة، دي كارثة. قل لي أنت قوتك إيه؟ أنا جاوبت على السؤال. ما هي الأدلة على ذلك؟ لماذا تحتقر الفقراء؟ تجعلك تحمي كل هذا الغل رغم انني اعرف الاجابه، معترض على السؤال. والدك اعتقل مع الاخوان المسلمين. المساله ما بقتش اسئله، اضيفت كلمه وقحه، التجاوز والتطاول. هذا كان احد الاخطاء اللي انا ارتكبتها. من ايه؟ باسم زوجتي لكني انا الصاحب. السلطه والثروه والجنس ابسط حقوق الانسان. الانسحاب من المواجهه واستهانه بامن مصر القومي. مناضل وزعيم. صدرت صحافه متطرفه تخفي من اين مولت صفقتها. درسوه وافتحوه. تروح خلال الساعات الليل. طيب كويس. زي الاطفال. يقول اشياء لم اقلها على الاطلاق. ناس كتير بتحس ان انت كده. هذا الامر يستلزم توضيح. هل احمل اسئله الشارع او لا؟ لك السؤال اتفضل. مش من حقك تحدد لي طريقه الاجابه. يعني توعدنا ان خلال الحلقه هتبص له؟ لا مش هوعدك. وما رضاش يبص له. ومش هقول لحضراتكم مرضاش يبصوا له ليه. حلقه كامله ضيف في مواجهه ضيف رافض عينه تيجي في عينه. حلقات تانية كانوا الضيوف بيبقوا داخلين ايديهم في ايدين بعض، حابين بعض جدا، وانا مستغرب جدا طول الوقت مقطعين بعض في الجرايد او على شاشات التلفزيون وهم قاعدين مع بعض، وبعدين طول الوقت عندهم احساس انهم جايين لمؤامره وان احنا الهدف منهم ان احنا نوقعهم في بعض. طب لا احنا عادين اسئله ولا بنحدد ايه اللي يتسال ولا اعرف ايه اللي في ورق كل واحد، فين المؤامره هنا؟ واحساس المؤامره بيخليهم وهم داخلين الاثنين يتكاتفوا ويتفقا
على اننا مش هنقع في بعض ابدا، ومجرد سؤال واحد يسخن من الطرف التاني فلاقي واحد بيقول له تقدر تقول لي تقدم لي اقرار ذمتك المالية، المفاجأة انهم قدموا اقرار ذمتهم المالية، في اشخاص قدموا اقرار ذمتهم المالية. كانت مفاجأة ان اشوف حوار مختلف تماما بين الدكتور حسام بدراوي والدكتور سيد البدوي حزب الوفد وحزب الوطني، لدرجة ان انا ما بقيتش عارف هو الدكتور سيد البدوي قريب من حزب الوطني ولا الدكتور حسام بدراوي هو اللي قريب من افكار الوفد، ولا هل يمكن الدمج وتكون في ارضية مشتركة بين الاثنين، وربما هي الليبرالية اللي بيؤمن بيها كل طرف. معركة ساخنة في حوار ساخن جدا بين الاستاذ مصطفى بكري والاستاذ عمر هريدي. لأول مرة كانت تحصل مواجهة ما بين الأستاذ مجدي الجلاد والأستاذ كرم جبر روزا اليوسف في المصر اليوم وما بينهما من حوارات. أشخاص كثيرة مش عايز أقول أسماء، كان عندي حلقة ما بين الدكتور مبروك عطية والدكتورة هبة قض، حلقة مهمة وساخنة جدا، أنا نفسي بقيت واقف مش عارف إزاي أهديها. عايز أقول لحضراتكم أنا اتعلمت من هذا الحوار من سؤال بسؤال إن البرنامج هو اللي بيحدد هو عايز ايه، هو عايز يقدم للمشاهد خدمة حقيقية، هو عايزه يفهم ويتنور، ولا عايز يعمل شو، هو عايز يضرب نفسه بعض. عايز اقول لحضراتكم ان في برامج كتير يعني نسبة تكاد تصل الى 98% او 99% بيدفعوا فلوس للضيوف، في ضيوف بينهم خلافات كتير لو انا كلمتهم عشان يجوا برنامجي كانوا بيطلبوا فلوس وعلى استعداد يجوا يقطعوا بعض، يقول لك انا حاجه اقطعه، لكن بدون فلوس لا، احنا ما جبناش حد بفلوس خالص، احنا كان اختيارنا للضيوف قايم على افكار، كنا حريصين وقت طويل قوي ان احنا عايزين نجيب ناس ما اتحرقتش، مش طالعه بكل البرامج، احنا مش القضيه فكره انك تفرض عليا انك تاخد فلوس عشان تطلع في تلفزيون عشان تقدم افكارك، هي فكره محتاجه حوار ممكن نتناقش فيها في حلقاتنا الحيه اللي على الهوا في هذا الشهر الكريم، لكن احنا والحمد لله كان برنامج الناس جات له حبا وتناقشوا حبا او اختلافا، لكن في النهاية بقي الاحترام، مفيش اتنين غير ضيفين فقط هما اللي ما سلموش على بعض لان طرف فيهم رفض يسلم او يبص، عدا ذلك كل الضيوف رغم الاختلاف اللي هتشوفوه في الحلقات الا انهم خرجوا اصحاب ايديهم في ايدين بعض. تامر اعتراف خيري سؤال بسؤال صورة وصورة، محمود سعد ده روح البرنامج، تبقى في جزء حي وحيوي وهام لزميلتنا ونورتنا منى الشرقاوي اللي هتكون بطلتنا طول هذا الشهر، هتكون هي منى، طبعا عندها بيت وعندها اولاد وحاجات كده احنا بنشد فيها علشان تكون موجوده طول هذه الحلقه طول الحلقات القادمه. منى عندها قضايا كتير هتناقشها خلال هذا الشهر، القضايا الحيه والحيويه هتكون معاكم. هسيبكم بعد الفاصل منى تقول لنا ان شاء الله هي خطتها ايه خلال 30 يوم في رمضان.